سلام. هاد البيت هذا غنديروا ليه جميعا. يا البنات يذكر انه صار في حدث ديالنا تزوجت ترى صحه حركيه صحيه على ما عنده مشكله باليوم لا صار عندهم اصابات اهم من ناحيه والله علماء انه والله انت تستخدم الحذاء كنقول دارس هندسه صح يعني شوف ارتباط الهندسه بالحركه ارتباط جدا عميق انا شفت جمال الحركه والهندسه في الحركه كورسات تكون معانا طبعا اخصائي مع طبيعي التعليمي انا انسان حركي الان خالي حطيت تلفت الصراحه ما عرفتش شنو غندير في هذه واش ندير في الفلارات شنو ندير عندي بزاف ما يتخبر ماكاش نشرح لكم مشكل العواص عندي علاش كنلقى عندي بزاف الحوايج ما محتاجاهمش هذه سوبوره كطوال كنخسر ليا الفوق ديالها وما عرفتش كيفاش نقاد قلت خليها حتى نشوف لها شي حل في الاخر ما لقيتش حل المهم هي جالسه كتشبع غبره وما عرفتش علاش ما لحتاش ولكن دابا وقيلا غادي نتغلب على هذا الشيء وغادي نلوحه كنت كنخاف زعما غير اللوحه نشوف شي فيديو فيه شي طريقه ديال كيفاش نقادوها الباكاجين كنلوحهم كنلوح الاغلبيه ولكن مازال كنلقى عندي بزاف بحال هاد الشيء كيوت كذا هاد انا كنوريكم غير الاخرين اللي بقاو عندي اما الاخرين كنحاول نتغلب ونلوح ونلوح هذا ديال فوريو ماشي باكاجين عجبني بزاف لدرجه خليته ولكن باقا خدامه معاهم دونك كنشوف نقدر نحتاجه في شي حاجه ولكن هذاك الشيء الدخلاني ديالو ما فهمتش علاش شنو هو الفائده من هذا الشيء بغيت غنعرف ديال السيلو ديال الورقه ديالو داك كيفاش يخدم هاد الصابونه ديالي بغي ما عرفتش كدير عندي خاصني ندير في الحمام ثانك يو كارد عندي بحال هادو بزاف وهاد العيبات هما عندي بحالهم بزاف انا كنقول لكم شويه حيت الاخرين ما كنشوف فيهم فاش كنجي نحلهم شنو كنلقى حيت انا ما كنديرش طوانك فهمتوا كنلقى عندي وحدين فيهم هكا طوانك الله هاد الميزون ايلين اللي كتحمقني الناس القدام غادي يعرفوها لقيت فيها جوج باقين عامين والاغلبيه شحال كانوا عندي راه شي بزاف ما عقلش المهم فرقتهم وحده كانت خديت عطيتها لاميمه فاش كانت غتمشي للشينوا قلت لها باش تبقاي تفكريني وحده عطيتها لكريم في محمديه فاش كنت مشيت اخر مره وباقي عندي هاد الجوج باقي عندي وحده اللي كنديرها فيهم كاملين داكشي علاش هذاك اللعيبه اللي حاطه تما كيداروا فيها لي زاكسيسوار غير حاطه ديكور اما الاغلبيه كنلقاهم في لي بواط هذا براسلي ديال هذوك اسي انوكسيدا بلعرفتوهم حتى دخلت لي شي حاجه لعيني كارتي مكتوبه فيها كارتي هنا دابا مشكلتي في الباكاجين وفي في الكارطه كنعطي قيمه بزاف في الكراطه ما كنقدرش نلوحهم حيت بالنسبه ليا شي مارك صيفطت ليا شي حاجه راه كتكون عندي قيمه بزاف بحال كنحترم الناس وخدمتهم وداكشي ما كنقدرش نلوح باكاجين فهمتوا كيفاش ماشي حيتاش هو واعر بزاف لا حيت انا كنعطيه واحد القيمه حيت بالنسبه ليا قيمه الباكاجين كثار من داكشي اللي كيوصلني زايا متفقه معايا ايه الحرام شوف مثلا بحال هكا ثانك يو كارد واش نقدر نروح ما يمكنش كيفكروني بزاف د الحوايج خاصني بيت على قد ولا بغيت ندير الكراتن غنلوحهم صافي قررت نتحدى راسي وغنلوحهم هادو اللي كنجمع هنا هما اللي غنلوحهم هادو خاصني نخويها شنو دايره فيها دابا اش كيديروا هنا هادو عجبوني كنشوفهم كيديروا بهم سكراب بوكين غادي نولي نديرو بحال خليها ليا علاش انا كل حاجه كنقولها غندير بها غندير بحال هادو ماشي مشكل ما نديوش اصباط نخليهم انا حطيت هذه اللوحه صافي دائما نقول لك مثلا اخصائي الطبيعيه او الباحثين هاد البوله حيتها حيت مابقاش خدامه خسرت ليا كنت خديتها من شائين تنشري شي وحده في بلاصتها لكن كنتو كتعرفوا شي وحده بحال هادي قولوها ليا فين كتبها عافاكم بس
شاده راسي بزز باش ما نحاولش نبدل شي حاجه في البيت. شوفوا هذه كتحل، هذه كنت خديتها من شاين، عرفتوا شحال بزاف درت فيها هذا الشيء اللي ما كنستعملوش، زعما خبيته فيها حيت ما عنديش شي رونجمون اخر حتى من بعد ناخذهم. هذه نورمالمون كنت كندير فيها دوك الطاقيات الكاسكيطات الكشكولات وداك الشيء الاخر. هذا رونجمون كندير فيه لي سوفيتمون، كنت خديته شحال هذه من البال، يمكن في الصيف ما عرفتش، وقيلا كنت خديت ب 10 دراهم يمكن صافي. وهاد الكميميسه فيها لي كيلوات مونستروييل، غنحط حتى هي حدا لاخرى. هادي كنحط فيها لي فولار اللي كنلبسهم اغلبيه د الوقت، ولكن دابا محيده الفولارات كنديرهم يتصبروا، الله اكبر كيودي الظهر. ما جبتني حتى حاجه غنحيدهم كاع. هذيك الصندال ديال ماما، المهم هادو الثلاثه خليتهم هنا ما عرفتش، ولكن ديما كنحطهم هنا، والاخرين دايراهم في المجوره ديال الصبابط معروفين، غير باش كنستغل شويه هاد لي سباس وصافي. بالنسبه للبابي بان راه ديجا تقشر من التحت بقوه الاحتكاك وداك الشيء. المهم ديوش على شي حوايج في البيت باغا نبدلهم، خاصني نبدلهم ولكن ماشي دابا، غيجي في الوقت فين غادي نبدل البيت كامل اصلا. زايا هي المهم بنات ديما كيقولوا لي صبغي البلاكار، كنقول لكم بالنسبه لي ما نقدرش نصبغي البلاكار حيت انا اكثر وحده عارفه عندي زعما، بغيت نقول لكم عندي الذوق صراحه، زعما عندي الذوق يعني في الشيء ديال لي كولور والتخربيق، عارفه انا عارفه باللي هذا المغو ما جايش. المهم هنا درت الساك اللي هذوك الساكه اللي كيتتناو، درت هذا وهذا عتهدو شحال هو عندي سنين ومينين. المهم درت هاد اللعيبات هادو حتى هما هنا ديال الكوفي، هادي اللي كتهز بهادي سوا هادي ولا هادي، المهم راه كنت وريتها لكم فواحد الفلوغ. بالنسبه للحوايج كنت ناويه نجبد الحوايج ديال هكا خريف حيت الجو غادي يتقلب، لقيت باللي باقي الحال حيت واخا كتصب مره مره الشتا ولكن ما كاينش داك البرد، بالعكس هاد السيمانه وهاد الايام عاد كنحس بالصهد، دونك ما زربش العام اللي فات راه كنت جبدتهم حتى شهر 10 وهكا كان باقي الصهد، يعني صافي خليته من بعد وغنبقى دايره غير هاد الكسيوات وداكشي اللي مكيتكملش كنعلقو هنا. وديجا في البلاكار لداخل معلقه الحوايج، معلقه هادوك اللي ما كنلبسهمش بزاف وطاويه الحوايج، كي الصراحه قليل فاش كنطوي الحوايج، الاغلبيه كنعلقو، وهادوك اللي مطويين غير البيجامات وداكشي بازيك. صراحه انا الحوايج ما كنخليش عندي، فهمتوا يعني الحاجه اللي كتبقى عندي هي اللي كنلبسها، ما عنديش داك الربج وداك التخربه كامل. يعني الاشكال عادة وايد من الخصائص طبيعي، في ناس وايد تنقل ملمة بالموضوع وفي ناس لا. فالحين مؤهلات الحذاء خلينا نقول اللي اشوفه وظيفي للكل، وهو اول شيء انه يكون نفس ما تكلمنا في البداية العرض التو بوكس او مساحة الاصابع تكون عريضة، وطبعا اللي ترجع شيء على خلعته لاستخدام يومي، اللي استخدام يومي في شويه دعم او شويه بطاله من تحت مو دعم راح يعطيك حاجز بينك وبين الارض اني اقيم حركته. يعني شخص يعني قد يوصل طاحن، انت شنو تحتاج من يعني ثلاث دقائق متواصله من غير الم؟ اختبرني في هذه، اختبر الوظيفه نفسها. اوكي تبي تختبر قوتي، الحين في اجهزه تختبر القوه، قدمك ضعيفه اوكي خلاص هل كثر والله نيوتنز او ما تقدر تطلع هذا القوه. في مقطع ثاني راح يساعد القدم مع الالتماس، واحدة من العناصر الأخرى أن ظهرك يكون نوعا ما سيدة وفي شوية لين أو في شوية انحناء للقدم. لا وشوفني أقدر أطول أكثر، بس نعم صح كلامكم في المجهود المتوسط، فمي عاد آخر أكثر لما يكون مجهود عالي دقات قلبي وصلت 175-180. كيف ما كتشوفوا على عينيكم الجناب ديال المرايه تخسروا ما بقاوش بيضين حيت حيدت هذاك اللصقه، دونك خصني نعاود نصبغ المرايه حسن نجيب الصباغه هاد الايامات، ماشي اليوم بيان سور، وغادي نصبغ الجناب خصني نغطيها بالجورنال كامله ونصبغها. اللي كانوا كيسولوني منين خديت المرايه، انا المرايه كانت في الدار عندنا وانا شديتها كانت في النوار، عارفين دوك المرايات اللي كيكونوا واقفين هكا كتكون تحت منهم واحد السبوغ، راه معروفين هاد المرايات موجودين عند مالي الاتات كيكونوا نواغ، انا صبغتها بالبيض ولصقت فيها داك هيلو بيورفول والجناب ديالها بالضوء، ودوك كنت خديتهم من شاين.
وحتى هذه اللي كتشوفوا فيها بيضه راه كانت في كولور اخر وصبغتها. الصراحه صبغتها جوج مرات، في الاول كانت ماغو وعاود صبغناها في النواغ وعاود صبغناها في البيض، يعني راه سنين ومنين وهي عندنا. لا زعما عجبتكم كدا تقدر توريو الموديل للنجار ويصوبها لكم. كيف ما العلاقه ديال الخشب ديالي ديال الحوايج راه صوبها لي النجار. يعني المهم هذوما لي كيسيون اللي كنشوفهم كيبقاو يتعاودوا على قبل البيت. المهم هذاك الجناب مقشرين كيعصبوني، اي حاجه مقشره كتعصبني، ولكن ما عندي ما ندير، غنمسحها من الوسط المرايه والجناب تنصبغهم من بعد. ولا لقيتو دوك الضوا ولا المهم كيشبهوا ليهم قولوها لي اللي كتلصق في جناب المرايه. هاد القنت راه ديجا مقاد ممسوح غير البارح باش كنت مسح داكشي، حيت اصلا هاد البلاصه كنقادها فيما خديت مثلا غير ماسك ولا شي حاجه كترون كنرجع نقاد. هذاك التسلل داك الماسك خصني نمشي نلوح وانا جايه لك. المهم دابا خصني نمصص نمصص ما تديوش على لهجتي، نشطب زعما بداك المصاصه هذيك الزربيه حيت مسكينه ولات حالتها. شوفوا دابا الوسط ديال البيت هو اللي كيصدق مرون، مفهمتش انا فاش كنجي نجمع البيت عاد كيصدق مرون. وعاد ندور لهذا الشيء فيه غير الحوايج، ما كاينش مشكل نرجع دي بلاصه. اخيرا وصلنا هاد البلاصه، دونك شنو غندير؟ غنحيد غير هادشي، نمسح الغبره ونرجعو، حيت ديجا اخر مره قاديتها ولصقت، والسيمانه الجايه ولا السيمانه اللي موراها ما عرفتش. المهم ملي توصلني واحد لا كوموند غادي نزيد واحد الحوايج اخرين هنا. الصراحه ما كرهتش لونجمون طويل، نقدر ندير عليه هادو باش يبقاو مهزوزين، وغنشري شي لعيبه كدار هنا تحت البيسي باش يبقى مهزوز باش يبقى ليا سباس. وهنا باغي ناخذ دوك اللعيبات اللي كتلصقوا في الحيط وكنقدروا نديروا فيهم مثلا كاسك، نديروا فيهم شي حاجه هكا كتعلق باش كيبقى واحد لي سباس زوين. لا دينا دي حركه فشوف الناس كل ما طلعت حركتها صح يكون شيء. هذا كان عاجبني ولكن فاض ليا تمارين طبعا لهذا الموضوع طول نفس المخرج مالي 30 كيلو او خلينا نقول اول ما بلشت انت تخاف صار بترفع وزن خلاص تتدرج فيها لا فصل العضلات لحالها ارتباطها في اجي ندير واحد ترانزيسيون زوينه، واحد جوج ثلاثه فوالا. كون كانت الحياه سهله بحال هكا نحيدو كاع تقطع هادي اللانش باق، وهذا صافي ما عرفتش كيفاش غندير لهم هاك. اذا نحيدو من هنا كاع نجي نخبيه مع السكن الصغار. صافي دابا مزيان. اخيرا ساليت عصبيت وفي واحد الجوع واحد الجوع، ما بغيتش نتغدى باش ما نعقش. دابا هو ما بدلتش الديكور ما بدلتش شي حاجه واو، ولكن نفسيتي كنحس بها مرتاح حيت اش كنحس بها منقى اخرى ما كانش مغبر بزاف. دابا كاين كل واحد وكيفاش كيقدر يجمع البيت، كل واحد وطريقته. انا الطريقه ديالي هي كل جزء من البيت كنجمعه بوحدو، حيت اش الا حاولت نجبد كلشي بدقه غادي نترون وانا تفت الشقه ما نزيدش عليه يكون مرون حيت كنتعصب.
دونك داكشي علاش في الاول اول بارتي بديت بها هي العلاقه، حيت هاد البلاصه هذه كتجيني هي اللي شاده البيت بزاف، فيها ديجا حوايج وفيها لتحت الفولارات وكانوا تحت منها بزاف ديال العيبات، حيدت حتى الكراتن حيت بالنسبه لي داكشي اللي كنبغيو نلوحو في الاول ولي مزيان نحيدوه باش ما يبقاش البيت مرون. وفي الاخر كنسالي باخر حاجه اللي كتبان لي ديجا مصايبه، يعني بحال البيرو ديجا مصايبه ليه المجوره ديك المره قاديتهم، هاد البلاصه حتى هي كانت ديجا مسحها. دونك الا حاولتوا انكم ديروا كل مره شويه شويه ما فاش غتبغوا تجمعوا البيت ما يجيكمش مرون. بقات لي حاجه وحده في البيت هو المريو ديالي، هذاك خاصني ليه نهار بوحدو حيت ما يمكنش الحوايج فيه صراحه مرونين والمان حتى هما ترون. ماشي ماريو كنصاو كنقول ماريو بلاكار حيت تبارك الله شحال فيه من باب. ديما كتقول لي منال دينا الروم تور روم تور روم تور، دابا غندير لكم باي ذا واي. ديما كنبغيش ناخذ شي كوفلي ناخذ شي فراش جديد. انا عندي ديجا المونط دونك فاش كنبغي نتغطى راه كيكون المونط وداكشي، دابا معايا يدخل البرد غير هو كنبقى فرشه هذاك باش كيبقى كولور ديالو زوين هكاك، ما عجبش عليا قوه الالوان. والمخضره فاش كيتوسخوا ديجا عندي جوج كنصبن داكشي ديالهم نردهم دغيا كنشفو في نص النهار. وفاش كنمشي ناخذو كنلقى دوك لي بري اوفر بزاف، ولكن مي غنبغي ناخذو غناخذو صافي واخا يكون غالي باش نبدل الديكور ديال البيت. اول حاجه فاش كنحل الباب ديال البيت كنلقى هاد الكميميسه ولا ما عرفتش شنو سميتها، هادي راه كنقادها ليا بابا، داكشي علاش انا ما بقيتش عاقله على البري ديالها، ولكن صراحه كان شويه طالع في البري وكانش منفوخه على هكا، مي دابا تبزطات زادت هبطات. كندوزو لهنا ديوش على البارتيه مظلمه حيت بيتي الصباح كيكون مضوي، ولا جلست هنا غيبان لكم ضوي مع الشارج مي فاش كنبغي نصور راه مظلم، هادشي اللي معصبني فيه وهادشي اللي باغا نبدلو اصلا. المهم هذاك العيبه كنقول لها تليليجا هذيك كنت نورمالمون معلقه هنا، لا لاحظتوا غتلقاو باقي الطراس ديالها ملصقه تما، ولكن كان طاحت ليا وكان فوق منها حتى واحد الطابلو طاح هو داك هو اللي تهرس وحيدته وهبطت لتحت قلت لها اختي صافي بركه وخليك لتحت جالسه. وهنا كاينه داك اللعيبات سوا ديال السكين كير سوا ديال شويه ديال من الميك اب ماشي بزاف، وهذوك الكتوبه غير مذوقه بهم. علاش؟ حيت انا اصلا الكتوبه اللي كنقرا ما كنخليهمش كنعطيهم لصحاباتي، انا ديما كنفرق الكتوبه ما كيبقاوش عندي، وهذوك اللي محطوطين هنا هما الكتوبه اللي ما كملتهمش، يعني تما هما الكتوبه اللي قريتهم وما ولا بديتهم وما ما ساليتهمش. ندوزو لهنا، هذه قلت لكم كانت كتشعل بالضوء، ها هي انا كانت كتشعل بالضوء في الجناب، ولكن دوك الضوء خسروا كانوا كيشعلوا اما كندير الكابل في البيسي يا اما في الباور بانك، يعني عندهم يو اس بي داك الكابل. بالنسبه لك هالو بيوتيفول قلت لكم خديتها من شيئين، وهذيك الطابلوات كانوا عندي اربعه قادتهم ليا واحد البنت شحال هودي راه سنين وبقاو عندي. هذاك الطبعات كنت شفتهم غير من بينتريست وصافي. هنا العلاقه العجيبه اللي ديما كتسولوني عليها، هذه راه كنقول لكم داك السويكته ماشي ان كيوت معينا، هادي ديما كنقول لكم راه قادها ليا النجار، انا اللي شرحت ليه كيفاش، راه شديت شي ثلاثه تصاور وقلت ليه كل تصويره بغيت منها حاجه، كنت باغاها صراحه صغر، ولكن فاش قادها ليا اكتشفت انها كبيره حسن وجات مختلفه، حيت عمري ما لقيت شي بنت زعما دايره علاقه بحال هكا. ولتحت المهم تصولوا لان مرات النجار عيت ما نقلب على هاد الايامات ما لقيتهاش، لقيتها راه فخطاجه معاكم، ولكن محال ما بقاتش عندي، حتى انا باغا نصايب شي لعيبات عنده وكيصايب داكشي برخا، راه كاين في مولاي عبد الله ما عرفتش سميتو سعيد شي حاجه كنسيت. المهم صافي هذاك من تحت راه قلت لكم قبيله شنو درت فيها، اللانش باك حتى هو درتو تما، درت فيهم دوك السويكات والفولارات باقي خصني نصب الاخرين وحيد شي وحدين كانوا معلقين. المهم راه كاملين درتهم في لاماشين، وهذاك هو الطابلو المهرس خليته غير تما حيت البلاصه اصلا بعيده على كلشي. هنا كنخلي السوبوغ ديالي، وهذا البلاكار الوسط كاينين الحوايج ديال الشتا معلقين، وكاينين لي فاليز ديال الحوايج ديال الشتا، هنا كاينين لي فاليز وكاينين لي زور الماناط، هنا حوايجي. مهم ما في لي حل لكم بلاكار حسن نبغي نجمع شي نهار ونوريكم. ها هي صافي يمكنش ادي شوفوا شوفوا الحار واش هادي مشى، راه كنحس بها بحال بنادم حيدي الدبانه، كنحس بها شوف النعسه كي دايره كل مره كدير النعسه في شكل هادي النعسه ديال الجنين. مهم هذاك شارجوري هاد الغالونج دايره فيه الشارجور ديالي، ودابا حيت كنت كنشارجيه داكشي علاش مشعول، ما غالبا راه كنبقى نطفيه، ودايره فيه حتى ديال البيسي. وبالنسبه لهاد العيبات هادو هادي راه كتشعل بالضوء، يا شفتو كيفاش، المهم قليل فاش كنتعلى الصراحه. ندوزو للبيرو، البيرو كتقول لي منال منين شريتيه وداكشي، هادشي الكبير
ديجا كان عندي ملي كنت صغيره يعني كنقرا في البريمير وصبر معايا انا على الحوايج للاتات لاي حاجه كتبقى عندي حيت كنحافظ عليها فهمتوا كيفاش دونك راه كان في المارون وصبغته في النوار وعاود صبغته عاوتاني في البيض كيف ما الاخرين ديما انا الالوان كندوزهم كاملين حنان امي ونعومه الدلع صافي هنا تلقاو الكوليكسيون ديال الكتوبه المجرم بلا ما نحلهم ديك النهار قديتهم معاكم ولكن باقي مقعدين نوريكم الدليل باش مسحاو ما قلت لكم راه راك نكذب عليكم ترا مالكم راه باقي مقعد الاخرين فيهم الكتوبه هذه احسن رينغ لايت واعز وحده حيت هي بها باش بديت يوتيوب هي اول رينغ لايت شريتها في حياتي الغوات ديال الدراري الصغار ما فيها لي عاود صراحه والله الا عييت بغا ناكل راه تهرست ليا من هنا ولكن الرينغ لايت باقا خدامه كنستعملها فاش كنبغي نقرا في الليل ولا فاش كنبغي نصور شي ستوري وانا ما فيها ليش على الرينغ لايت المتوسطه وبالنسبه للبري ديالها انا كنت شريتها ب 50 درهم الله يخليكم دابا راه ولاو كيديروا 100 درهم وشي حاجه كخديتها مع المول التليفونات عادي ايوا صافي المهم داكشي الاخر راه عارفينو ديجا كنت درت لكم اول كتقول لي ملي خديت هادشي الكيوت راه دايره اول بقاو تشوفوا غير الفيديوهات القدام ماشي قديم اصلا راه شي شهر ما كاملش باش درتو ولا 3 سيمانات راه هي داك الرينغ لايت فين دايراها وهذا بيتي من جانب اخر هذيك عبيتي نشراها لاكور حيت انا بيتي كيطلع على لاكور داكشي مظلم شويه هادو البنات ماشي بي تي اس كتبقى تقول لي بي تي اس راه ماشي بي تي اس هانتهم شوفوا مزيان هادو منهم كانت قادتهم لي البنت هادو كنت خديتهم من شاين كانوا هكا باك فيهم بزاف ديال الستيكرز ترا فاينلي ساليت اخيرا هاد الفيديو والله ظهري ضرني كنحس براسي عندي 40 عام ماشي 21 واو كنت غير كبرت بقى والو عاوتاني ونكمل 22 ونطلع في 23 وهادي او ما بيناش فيا المهم تهلاو في راسكم وان شاء الله نتلاقاو فيديو اخر وقراو مزيان وجمعوا بيتكم وحيدوا العكز عرفتوا اصعب حاجه عندي في الفيديوهات هي نصور فيديو ديال الجميع كنتكرفص علاش حيت كيفاش كنكون كنجمع كنعرق وانا من لو جونغ اللي كنقول لكم انا ما كنحملش نلبس الحوايج بزاف كيخنقوني داكشي علاش باش نلبس الفولار والبيجامه ونصور لكم اليوم الصاد رفع واحد لي فوغ ونشد السبوره ونحطها هنا شويه نعاود نديرها في زاويه اخرى كنندمكم لصور شي فيديو المهم تهلاو في راسكم بيزو ويتس